شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. سلاد All in One مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة، ومع فرات نوقفها بكبسة زر. بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد All in One مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. لكل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر او الرقبه، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية بتحصلوا عليها بس ب $36، والأهم إنه مكفولة ل5 سنين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثلها مثل البنات، من هيك صار في مكنات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها $30، هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها على كذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، من الأنف أو الجسم، مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكم وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب$30 بتوصل لعندكن فري ديليفري ومكفولة لمدة سنة. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
قديه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل الهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتس، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربيلو، مغلفه بقماش بيتنفس لنومه منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربيلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من اهلنا يجيبوا لنا منه. هلا صار في كوتن كاندي ميكر ماشين سعرها 40 دولار، بتخلينا نعمل كوتن كاندي ببيتنا بطريقه مهضومه نحن وجميعين الاولاد حولنا وعم نلعبهم. حتى بالبيرثدايز الاولاد فيهم يستعملوها لانه طريقتها كتير سهله وامنه، واكيد بينبسطوا فيها كتير. بدكم بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الاون للدور، بتمسكوا حيلا ستيك بايدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا اطيب كوتون كاندي. اذا بدكم يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكم. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.